أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة سنتحدث عن قضية مهمة، وهي مسلسل حوادث الطرق الذي لا ينتهي والأسباب متعددة، من تهور السائقين وسرعة الجنونية من باب حفظ النفس التي صانها المولى عز وجل، ولوضع الحلول المناسبة لوقف نزيف الدم والحد من حوادث الطرق. وكما عودناكم ستكون لنا وقفة في محورنا الثاني مع تقرير جديد ضمن سلسلة تقارير، كما سنستقبل مداخلاتكم في المحور الأخير من الحلقة عبر الهاتف اللي تشوفونه أسفل الشاشة، وهو 444-444-6-7-8. كما أذكر أيضا باللي ما يقدر يشوفنا على التلفزيون ممكن يسمعنا على أيضا الراديو على 97 FM، حتى يتابع حلقة اليوم المهمة اللي نشوفها اليوم أن تكون مهمة، عن الحوادث، عن السير، عن الشباب. أرواحنا راحت وايد في رمضان، عدد كبير سمعنا وفيات وحوادث. لكن قبل أن نبدأ الحلقة اليوم رحب بضيوفي الكرام، العميد محمد بن سعد الخرجي. مرحبا أبو سعد، حياك الله معنا في رمضان الدوحة. الله يحييكم. أيضا معنا الشيخ المبدع، دائما اشتقنا لحنا الشيخ سلطان العتيبي، حياك الله أبو جاسم. الله يسلمك الشيخ أحمد، وحنا سعداء حقيقة في هذه القناة الطيبة، قناة التراث الرائعة الجميلة. الله يوفقنا وإياك إن شاء الله. أيضا أخونا دائما الشيخ عيسى مستمر معنا في حلقات رمضان الدوحة، وسعداء عيسى الحور، حياك الله الشيخ عيسى. الله يعطيكم الصحة والعافية دوم إن شاء الله. ايضا معنا اخونا، يعني هو يقول من الشباب، ترى احنا كلنا شباب، اخونا علي بن عبد الرحمن الملا، حياك الله. مرحبا فيك، اتمنى اني اثري حلقه اليوم تكون حلقه متميزه ان شاء الله باذن الله. مشاهدي الكرام، اسئلتنا اليوم كثيره، ان شاء الله اتمنى الوقت يتسع حتى نعرض كل ما في يعني جعبتنا من تساؤلات كثيره اشياء، وخاصه فرصه معنا ابو سعد. ابو سعد جزاك الله خير اول ما كلمناه حتى يكون معنا ضيف في الحلقة، الحقيقة رحب وبالعكس جاي من دوام ويعني وجانا، لكن نقول له جزاك الله خير أبو سعد على حضورك معنا في حلقة اليوم من رمضان الدوحة. الله يحييكم ويسعد إن شاء الله تواجد معكم. أبو سعد، الحوادث كثرت في رمضان، أرواح كثيرة راحت، يمكن يعني الإحصائية اللي عندي أنا 23 أو 25 شاب في خلال 22 رمضان الآن من حوادث السير، ما هي الأسباب اللي أدت لهذه الحوادث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اول شيء خلينا نتكلم عن العدد، لان العدد تلقى العدد الحادث حادث واحد، لكن الوفيات في اكثر، لان اكبر عدد ممكن كانوا في السياره، عرفت؟ يعني انت لو تحسب كم حادث صار معك ممكن تقول 3 أو 4 حوادث، لكن نتيجتها كم؟ أيوة. لان عدد الركاب لو سياره فيها اربعه بنقول بالضبط. هاي الاسباب كثيره، خلينا يعني هل الاسباب نقول من المجتمع، الصاحب، من الاسره، من الصديق، وشو يعني الكل، يعني الكل مسؤول الصراحه. الأسباب اللي تقع فيها هي السرعة، طبعا هي المشاكل اللي نعاني منها، هي السرعة وراء كل المشاكل اللي بتصير. ما في حادث إلا تسبق مخالفة، ومخالفة تجيها سرعة، لأن في السرعة لا يسيطر على المركب، لا يقدر يشوف توقعات الطريق، أو خلينا نقول إيش تتوقع من الشارع بيجيك، المتوقف شاحنة، تجاوز الخاطئ. يمكن 3/4 الحوادث اللي، أو يعني ما بيقول 100% كل الحوادث، جميع الحوادث اللي حصلت واللي أنت شاهدتها كلها تجاوز خاطئ الصراحة، وقبلها مخالفة يعني. طب بالضبط، فالحادث ما يقع إلا قبل المخالفة. فجميع الحوادث اللي حصلت واللي أنت تكلمت عنها هذه حوادث تجاوز الخاطئ، يعني قائد المركبة هو المسؤول مسؤولية مباشرة. أنا ما بيقول يعني عيب أن الطريق أو خلافه، لكن أنا أقول وين تقع المسؤولية. فجميع الحوادث اللي صارت يعني 99% منها كان تجاوز الخاطئ. بنتكلم اكثر ابو سعد عن في حلقتنا اليوم ايضا عن التهور وعن السرعه وعن الشباب، لكن الشيخ سلطان، حفظ النفس اليوم مطلوب، شبابنا اليوم ارواح تروح، كل اسبوع نسمع حادث، كل اسبوع نسمع وفيات. حفظ النفس، وايضا قطر اليوم عندها رؤيه 2030، هذه الرؤيه لن يحققها الا شباب هذا البلد. اذا اليوم كل يوم نستنزف صراحه من عدد كبير من شبابنا اليوم،
فما هي الوصية اللي نقول حق الناس وأيضا حفظ النفس اللي الشرع الكريم حث على حفظ النفس؟ فماذا تقول أبو جاسم؟ أولا نحمد الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. حقيقة سعداء في هاللقاء، نرفع آيات التهاني والتبريكات فيما بقى من هالليالي الأيام العظيمة اللي هي أيام رحمة، وإحنا نشوف في المقابل حوادث ووفيات إلى مقام أمير البلاد المفدى الشيخ تميم. ولا أنسى بدعوة صادقة إلى شيخنا الوالد الأمير الشيخ حمد، حقيقة يستاهل منا دعوة ونحن لن ننسى من دعانا هذا الرجل، هذا الرجل البطل المعطاء الذي سطر لنا التاريخ حقيقة ورسم نظرة قطر 2030 حقيقة. إن شبابنا اليوم هو محتاجين إلى الضابط النفسي الأمن الداخلي، يعني أنا الإشارة اللي ما عندها مثلا كاميرا أتجاوزها، لكن لو كان عندي ضابط أمني داخل ما أتجاوزها لأني أعرف أنها مخالفة وأعرف أنها تعدي على حقوق الآخرين. فلذلك شبابنا اليوم لابد تغيير الأفكار مع ضبط المشاعر مع تعديل السلوكيات حتى نرتقي بالشباب بأفكار الشباب بطموحات الشباب إلى رؤية قطر 2030. لابد أن اليوم نجسد في شبابنا ونزرع في شبابنا الضابط الأمن الداخلي، يا أخي مراقبة الله سبحانه وتعالى أن هذه النفس اللي بين جنبيك من ملكك، الله اللي أعطاك إياها أمانة لازم تحافظ عليها، أرواح الآخرين اللي قدامك، ممتلكات الآخرين، سياراتهم، الطرقات، الأشجار، الحواجز اللي تدمر، هذه كلها ممتلكات الغير. فلذلك نقول لشبابنا أنها أن الله سبحانه وتعالى حذرنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة هم صحابة أعطوا الطريق حقه، صحابة قالوا يا رسول الله وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام. فهل كفينا أذانا عن الآخرين؟ هذا هو السؤال اللي يطرح. أيضا المسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلذلك الشاب لما يركب السيارة ويقول بسم الله متوكل على الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يا أخي ما السرعة دي ما منها خير، يعني الآن الحديد هذا ما يرحم، تركب السيارة تقول بسم الله توكلت على الله لأن غيرك طلع ولا رجع. وكم الفارق الشيخ لو أنت تمشي الآن الفارق بينك وبينه قسناها يا شيخ نعم أقل من 5 دقائق قسناها، وقد تكون عند الإشارة اللي تعداك تمشي ولا في الإشارة أنت واقف جنبك. يا شيخ حتى في الطرقات اللي يسرعون واللي يمشي 120 يصلون سوا، لأن ذا اللي يسرع يوقف مرتين محطة واللي ما يسرع يوقف مرة أو ما يوقف فيصلون سوا في نفس التوقيت. هو بس خدعة شيطانية يطيرنا الشيطان ويثير. طبعا شبابنا ترى في سن معين، وأنا بقول حاجة، لما مورست السلطة على الشباب هم صغار، لما بلغ سن المراهقة ارتفع عنده الأنا وحب إثبات الرجولة والذات، فيجد أن القيادة أصلا من الرجولة. حتى الطفل اللي يرسم رسم السيارة وصغير نعرف أنه عنده رجولة، يعني هذا يوحي لنا في تحليل الخط والشخصية أن هذا عنده رجولة، فالسيارة علامة الرجولة. ولذلك تجد يحاول يقلد والده في القيادة، يحاول أنه يثبت رجولته في القيادة. فللأسف صارت الرجولة عند تفكيرنا أن نبي نسوي رجولة أن نساقط الناس ونزاحم الناس ونفحص ونفحط ونتجاوز المرور. نتوقع أن تمرد على السلطة هو شيء داخلي نفسي، أن ودي تمرد على السلطة لأني كنت مغصوب وأنا صغير، أنام غصب عني وأكل غصب عني وأجلس غصب عني. والآن أصبحت الآن عندي والآن يعني عندي عندي سيارة فالقرار عندي. الشيخ عيسى يعني ما أدري أنا والشيخ سلطان يتكلم، أقول هل الأجهزة اللي موجودة اليوم تلفزيون وعندك سيارة وتقعد وسكان وتلعب، هل هي تأثير أيضا بعد لما أخذ الرخصة وأخذ الليسن، هل هذه أيضا سبب من أسباب التهور والسرعة؟ قل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، الأجهزة هذه أخوي أحمد عبارة عن سلسلة تراكمية عند الأطفال أو عند الشباب. يعني الشاب هذا لما حتى الآن بدون أجهزة، تشوف الآن لما تلاقي في الحوش يلعب في السيكل يقعد يستعرض ومش عارف إيش يشيل السيكل ويشيل السيكل ويسوي، هاي دليل إنه أصلا قاعد يقول لك يا أب يا ولي أمر يا أم إنه قاعد يمشي فيها الخطى قبل السيارة. أنت لما تعطي الآن الكمبيوتر أو يلعب في الأيباد ولا بأي جهاز تلاقيه يتكسر السيارة وسيارته يلعب مرة ثانية، لأن عنده هو ما عنده تصور إنه في اللعبة يتكرر كسر 1000 سيارة، ما عنده مشكلة إنه لعبة، لكن في الواقع قد تروح حياتك فيها. إحنا كثير منا نسوي اختبارات حق الياسن وشلون يسوق، لكن الأهم من الليسن هو شلون اختبر نفسه، شلون بيستخدم هالسكين هذا، بيقطع يد ولا بيقطع فيها تفاحة، شلون بيسوق هاي السيارة، هل بيكون متهور ولا هو عنده كنترول صحيح، ويعرف يمسك السكان عدل، يعرف يمسك الجير عدل، يعرف البريك والكلاتش إلى آخره، لكن شلون يستخدمه أخي أحمد؟ ما في أحد، خلكم واقعيين يعني، خلي شوي نلوم نفسنا شوي كأولياء أمور، ما في أحد نمى هذا الولد
ان هذه السياره قد تكون حياتك ومماتك قبل ما يتقدم حتى للليسن، قبل ما ينطلق للخارج، قبل ما يعرف تركيبه هذه السياره. هو ما شاء الله عليه شباب ترى من 12 ل 18 يكون مولع بكل انواع السيارات. طيب يا اخي بين له جانب اخر ان هذه السياره قد تكون لها ايجابيات وسلبيات، فكيف تكسب ايجابياتها عن سلبياتها؟ لاحظ اخوي احمد احنا في حياتنا نخاف على ولدنا من شكل دبوس، من اي شيء قد يألمه، لكن ما قادرين نتصور ان في غمضة عين والله يمكن اقل من غمضة عين قد يروح الولد من عندنا ويروح تعبنا 18 سنة على الفاضي. أنا أشياء كثيرة بطابط والرين وأمور كثيرة حتى يوصل مرحلة كأنه مراحل حتى يوصل لمرحلة السيارة. وكلها تنبهك. شلون طريقة هذا الولد، شلون تفكيره، شلون سلوكياته، شلون يستخدمها في أي وسيلة تعطيه، حتى أقولك من الدراج الهوائي، من السيكل إحنا نسميه، وهو يبين عليه سلوكياته وطبيعته. إحنا بنتكلم عن الأسرة في المحور الثاني أكثر فيما يتعلق باللي تعطيه واللي ما تعطيه، لكن الشباب خلنا نسمع الشباب الآن. أخوي علي، الآن التهور الشباب اللي موجود، السرعة، إيش الدوافع؟ يمكن أنت كشاب الآن، ما هي الدوافع الآن عند الشباب اليوم اللي يمشي 20 ويمشي 120 ويمشي 200 وبعضهم يمشي كذا ويركب له صوت ويركب له ما أدري إيش ومقوي، ما هي الدوافع اللي تخلي الشباب؟ أول شيء نمسي على الجميع بالخير ونشكركم ككونكم قناة الريان على الاستضافة الجميلة هذه. احنا كشباب نقول لو شيء مش المخالفات الرادعه اللي يوضعونها المرور هي سبب او هي ان مخالفات رادعه قويه ان يحطونها في الشارع، لا، هاي شيء صح. الكاميرات صحيحه، تقلل من الحوادث نفس المروريه. بس اقول لك ابو جاسم قبل شوي قال لما تي عند الرادار تضرب بريك شوي، لا بالضبط، وعقب تعداها وتزيد شوي، ولا تعداها. وانا اقول ترى يعني اذا هم اذكياء ترى في كاميرات الذكيه الظاهر في الدوحه ممكن تكون موجوده، بس عاد يحدثنا عنها بعد شوي. الرادار المتحرك الحين حاطينها من الاشياء اللي مثلا بعد الرادار تحط الرادار متحرك، هذه من الاشياء الذكيه اللي مسويها مثلا المرور. الآن الآيفون فيه يبين لك الرادار اللي موجود وكذا، يعني الناس الشباب اليوم بدأوا كل شيء عندهم موجود اليوم، يعرفون كل حاجة. ما علي، خليه يعرف، خليه يعرف. والدليل عندنا شو أحمد، إن إحنا راداراتنا من بعيد تشوفه فسفوري، والدليل مو بهدف إن إحنا نبي فلوسك، لو نبي الفلوس ما رحنا ميزنا الرادارات من بعيد، وإذا لو كان هدف الدولة جني الأموال كانت تقدر تصيد لك في أكثر من مكان في الطريق. كل راداراتنا تشوفه على مسارات بعيده. صحيح بعض الاحيان انت تخفي الرادار المخفي عشان تبي تحقق نوع من الردع، انه يعني ما دام اذا انت ما شفت علامه تتوقع ان في رادار موجود. لا، في كل دول العالم ترى، حتى في الدول المتقدمه يعني اكثر منا يحطون لك رادار المتحرك. بس بعض الرادارات مساعد قد تكون مكانها غير مناسب جدا. على سبيل المثال تحصل لك السياقه 50، يعني اليوم في اماكن معينه تكون السرعه فيها 50 وهي صعبه. الان انا جاي اليوم عند راس عبود، كان شارع 100 عند فندق رماده صار 80، عند فوق الجسر 60، بعد الجسر بشوي 50. فيعني انا اتكلم ايضا الشارع لما يجي الاخوان مثلا في الهيئه العامه للتخطيط او في اشغال لما تنشئ الشارع اول ما ينشئ يحددون له السرعه، يعني السرعه مش مثلا يجي الشارع يبنى وبعد ذلك يسلمونك اياه ويقول لك والله تعال حدد السرعه يا اداره المرور. لا، الشارع اصلا يبنى او يرسم على سرعه معينه. لما الشارع يخترق لي مؤسس احياء، لما يخترق مثلا محلات تجاريه، لما يتحرك كثافه بشريه، بنتكلم مساعد اكثر عن السرعه وعن الرادارات وعن هذه الامور كلها. لكن مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود اليكم، فكونوا معنا ان شاء الله. الكلام شيق مع أبو سعد ومع ضيوف الكرام، لكن فاصل ونواصل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اهلا ومرحبا بكم شد الاعزاء من جديد في محورنا الثاني. سنتحدث عن التوعيه المروريه وجانب الارشاد الاسري للابناء، الام والابو. سعد، انتم كاداره المرور الان تعانون مساله الام والابو، مساله
اتصالات تجيكم ولدي كذا صحيح. فما هو اللي احرص الاب ولا الام في مساله والله الأم؟ شوف الـ احنا الاسره ايضا تتحمل الجزء الاكبر. يعني على سبيل المثال يجي الساعه 2 او 3 وما حصل ابني في غرفته وما اعرفه وين، يعني ما اسال عن ولدي وين راح ولا وين، يعني معي مين يصاحب السياره لما يجي يصوت عند البيت او يوقف سيارته في المواقف، ولي الامر ما يسمع صوت السياره، ما يسمع ان فيها السياره فيها يعني صوت غير طبيعي. بقول حادثه يعني من كم يوم ولي امر سمع صوت سياره ولده، راح كتب كتاب حق مدير اداره المرور، قال لنا سياره ولدي رقمها كذا وانا اتمنى ان انت تضبطها لاني انا اشك ان سيارته مزودها بصوت لان حسيت ان فيها صوت غريب. خلي يستانسون الشباب، يعني الشباب يستانسون، هل يعني ولا هم في موانع موجوده؟ لا شك انه يعني عمليه المركبه تتصنع لسرعه معينه، فاذا انت تروح تزيد من طاقتها ما توصل ما تجيك فيها وسائل السلامه، يعني لان هي صنعت واسست لسرعه معينه، فتروح انت تضاعف السرعه، يعني بدل ما تمشي 100 تروح تمشي فيها اكثر من 200 يعني، واذا كان تمشي 200 تمشي 300. نعم مثل ابو جاسم يعني مر بتجربه، يعني كانت فعلا الامور كنت تعوز مرور ابو جاسم قبلها. انا والله كنت يعني في نظري ان في عداوه مصطنعه بيني وبين المرور. يعني انهم يضبطوني، انهم يمنعوني من حريتي، اي شيء كان يقيد حريتي كان عدو لي. لكن سبحان الله بعدين انا فكرت، عرفت ان كل وسائل السلامه المروريه والمرور قاعد يسوي والحملات واسبوع المرور كلها من اجل الحفاظ على نفسي وعلى جسدي، لاني رايت المعاق، رأيت من ينام على السرير ما يتحرك إلا رأسه، رأيت نسبة الوفيات الخطيرة، فلذلك أنا صدق لعوزتهم يعني، وكنا نزود السيارة سرعتها 200 حطها 300 يعني، هي 200 تصبح يعني وزنها مثل الريشة، فما بالك إذا 300 من يتحكم؟ والله لو حصاة صغيرة أبو سعد، لو حصاة صغيرة أعتقد ممكن قوطي واحد رمانة علبة شيء، يعني أشياء بسيطة، نعس غفا مالت السيارة منها ما يستطيع. إحنا كنا نتوقع أن إحنا بقدرتي واني سواق وعندي جمهور وافحط واستعرض ان عندي يعني امكانيات، وهي كل ستر الله سبحانه وتعالى، ودعا الام في البيت، الام الامهات لا طلع ولدها قلت يا الله انت استر عليه، يلا ترد سالم يا رب، لان في ناس طلعوا ما عاد رجعوا. اذا من الاشياء المهمه ان لا نعطي ابنائنا سياره، انا ابوي ميت، فامي عشان تعزني قدام جماعتي وربعي راح اشرت لي سياره وانا متخرج من سادس ابتدائي اسوق سياره، ثم يعني لا يسوق لا يقود الشاب سيارة أقل من السن القانوني ولازم يخضع إلى اختبار، ولا نقبل واسطة، نمنع حرف الواو، هذا والعميد يسمع، نمنع حرف الواو في من يأتي يتوسط. والله أي واحد يتصل بك يقول تعال توسط ولدي وش مسوي، ولا داهس لناس أو حد إلا أحد أو مخالف، يا أخي لا تتوسط يا أخي، هذه أرواح مسلمين، هذه الإشارة لما تكون خضرة لي معناها حمراء على الآخرين، لما تكون حمراء لي تراها حقوق الآخرين مفتوحة لهم، فلا تجاوزها وتعدها. كم أسرة راحت بسبب تهور وطيش وعشان تصفيق هالشباب؟ حقوق الآخرين، لعل أسأل الشيخ عيسى يعني أعطي الطريقة حقها. اليوم إحنا مع الزحمة مع الشوارع الكل مستعجل، ترى مو أنا بس مستعجل أتجاوز الناس، هم بس اللي أنا مستعجل، الكل بيروح عند الشغل، الكل كذا، وعدد سيارات اليوم ممكن مساعد يحدثنا بعد شوي عنها، عدد سيارات اليوم ما شاء الله تبارك الله في كل بيت، اليوم أقل بيت اليوم فيه 5 سيارات. كيف أعطي الطريق حقه، وكيف يكون التعاون بيني وبين أيضا الناس اللي موجودين، أو أفتح له إذا كان، لكن بعض الناس يتجاوز على اليمين ويبي قصبا عنك، بعد ما يأشر لك لو سمحت كذا حتى تسمح له، لا يجي خشم السيارة، جيبها عند خشم سيارتك إنه حق من حقه يعني. وحقه وغصبا عنك تخليني، بس هاي يثبت سلوك الفرد نفسه، سلوك الفرد شلون مثلا بتدخل كذي بدون ما يدري مثلا الشخص الثاني، بدون استئذان، يثبت البيت شلون يربي، البيت شلون يطلع، سلوك الفرد نفسه شلون في المستقبل. والله ساعات مش الفرد، انا اقول ساعات الشباب اللي معك لا تخلي طوف. اي صح، اذا تصير انت صح اذا صح انت صح كفو صح، اذا انت كذا لعل خلص مع اخو عيسى. هو شوف، هو فعليا مثل ما تفضل اخوي سلطان، هي ثقافه مجتمع. ترى على فكره لو تسال شبابنا الان كلهم ما يحبون الداخليه، كلهم ما يحبون الشرطي، ما عنده اسباب، لكن هو يتخيل ان هذا الانسان قاعد يراقبه، قاعد يحاسبه، واي انسان يتراقب ويحاسب ما يحب. لكن النقطه المهمه هي ثقافه هذا المجتمع شلون يتغير. الان مش بس انه يلف عليك يمين ولا يسار، حتى لو على الطريق على فكره يزعل منك، لو اخرته يزعل منك، لانه هو اصلا مهيئ انه طالع من البيت. اخوي احمد مهيئ انه
يضر الناس، مهيئ أنه ما عنده القيم، يركب رصيف أي شيء، ما عنده مشكلة، ولذلك ما يحس أن هذا الرصيف هو قوته، هو الدولة دافعت له من مني ومنك ودافع للدولة يكون تحسنه، لا كأن الرصيف ما يعني بحاجة. وعلى فكرة وغالبا هذا السلوك ما يكون فقط في الشارع، حتى في البيت، حتى في المدرسة، حتى في الشغل لو كان موظف. ولذلك احنا بس ما نعتب على شبابنا فقط، نعتب على المظلة اللي تغطي هذه الشباب اللي تفضل فيها أخوي سعد، أن الأسرة اللي قاعد تغطي هذا. لا تقنعني أبدا أن أب وأم يدرون عن ولدهم تحركاته ومع مين يدور تلاقيه بهذا الطيش الكبير، إلا إذا كان يمثل شخصيتين برا وجوا. ولذلك احنا دائما أي شاب الآن أمسكه، أي شاب عنده عداوة مع الداخلية مع الشرطي، حتى نبرة كلامه لما يوقفه نبرة كلامه ما تكون هادية، يكون منفعل، لأنه أصلاً هو يكلم نفسه، إيش يبي فيني؟ وليش وقفني؟ ليش راح وراي؟ يمكن حتى الدورية ما تدري عنه، ترى الدورية ماشي بطريقة، هو يفكر إن الدورية يمكن لحقتها، يمكن قاصدته، يعني لا لا أكيد ولا لأن غلط، لأن غلط، هو يكون لا لا أصلاً غلط خطأ، أي واحد خطأ، إذا أنت خطيت صح تكون خالد، تقول الله كل دورية موجودة، لكن إذا أنت لابس الحزام، لابس الأذن، لكن أيضاً الشباب اليوم إذا مع شباب بعضهم بعض وركب الحزام أحد الذي والله أنت يقول إيش في ما عندك إيه؟ أيوة كيف الوعي؟ ما ادري ما انا من خايب جبان جبان ما ادري ايش نعيد كلام الشخص الثاني وهي بيثبت رجولته يعني انه ليش يعني علما ان هذه الواحد يسالني يقول لي يا اخي ربط الحزام ما هي حريه شخصيه شلون حريه شخصيه قال إيه يا اخي ليش تلزمني انا اربط انا اوكي خلاص انا حياتي قلت له طيب انت لما تعور بكره لجي حق الدوله تقول تعال عالجيني بعد هاي الحريه الشخصيه انت تاخذ مكان واحد محتاج لسرير لان انت ما التزمت بحساب الامان يا اخي تحمي نفسك وتحمي وتسمح حق الاخر اللي مريض بالقلب والمريض اللي قدر الله وهو مرض انه تاخذ سرير اذا تعورت لجي الطالب بالدوله تقول تعال ودوني برا انا انكسرت رجلي ولا انا عندي بعد حريه احنا بس حنعالجك اذا روح انت عالج على حسابك يعني انا اقول ربط الحزام يقي باذن الله 70%. أنا الكلام هذا كنت أسمع لكن ما تصورته أمامي. جابت إحدى الشركات سيارة وحطت دمى جوة السيارة وسوت انقلاب للسيارة بسرعة معينة، دارت السيارة بسرعة 100 وقلبتها. اللي في السيارة كلهم طلعوا برا. لما عادوها بالحزام سليمين قاعدين في مراتبهم والسيارة تنقلبهم قاعدين كأنه يعني مهيئ في مكانه. فسبحان الله تقي من الإصابة 70%، لكن شبابنا ما يعون هالشيء، يرى انه تقيد، واحد يقول لي عفض دشداشتي، قلت يا اخي والله بنكويلك الدشداشتي، تكبر بطل الحزام. يعني احنا نفقد شبابنا، الأمهات الآباء يروح الولد يقعدون يدعون الله وعلى أعصابهم لين يرجع يدخل، ما يطمنون له نايم. بس شوف انت شوف الحوادث اللي عندنا حالياً، انت لو تجي السيارة شوف السيارة اللي مسوية حادث، طالع دخلت تلقى داخلها سليم، يعني لو كان يربط مصداقية الكلام شيء ثاني، مصداقية لو كان رابط الحزام ما وما يطلع من السيارة يعني الحافظ رب العالمين صحيح لكن هو سبب عقله وتوكل نعم. والسبب انه بتحافظ على حياته شوف داخل السيارة الأجزاء سليمة بس من برا بس دائما لأنه أصلا يطلع ايه. أو يطلع جزء من جسمه خارج المركبة تلقى مثلا يضرب في الأرض أو تنقلب السيارة بعد أولياء الأمور يعني خلينا نرجع نتكلم عنهم يعني مثلا تيجي حق ولده تلقى شال الكرسي الخلفي شال الكرسي اللي جنبه شال الباب الخلفي شال التاير السبير ليش يعني خلي السيارة خفيفة حق السرعة طيب أنا ما تشد انتباهي أنا لما أنا أجي وين الكرسي اللي في السيارة زين الخلفي شال الكرسي شيله السبير وين كنت تشيلون جاز قبل ما تشيلون والله عنا كنا نحط أكياس اسمنت بالشرطة عشان ترتب السيارة شيخ أحمد إحنا كنا نتكلم عن مثلث اللي هو المدرسة البيت المسجد يعني في التربية اليوم ولدي يقعد مع ربعه في الديوانيه في المجلس يطلع معهم سيلين يروح معهم اي مكان اكثر مما يقعد لا في المدرسه ولا في البيت ولا في المسجد فلذلك لابد ان ندخل الان اشياء اخرى اضافه للمثلث هذا الاعلام ندخل التربيه ندخل الاصدقاء ندخل الاشارات الضوئيه والتنبيهات اللي على الطرق لها اثر حتى بعض العبارات والله اني حتى انها عباره ما لها شغل استغفر الله تلقاك تهدي وتستغفر وتقصر المسجل الإعلام لا شك له دور كبير وأيضا حلقتنا اليوم هي جزء من الإعلام اللي إحنا ودنا ننبه الأولياء الأمور الأم والأب أيضا ننبه الشباب على الحوادث اللي اليوم أكلت الناس كلها وما زلنا أيضا في محورنا اليوم لكن مشاهد الكرام وصلنا وإياكم لملفنا اليومي المصور وما زلنا في ملفنا من الماضي الذي يستعرض ذكريات أبائنا وأجدادنا من رمضان الزمن الجميل وما زلنا أيضا في زمن جميل في وقت الحاضر لكن دعونا نتابع التقرير ثم نعود إليكم اللهم يا مقلب القلوب
ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. من 75 سنة في رمضان مثل ما قلت لك الله يسلمك ما كان عندنا ولا كهرب ولا ماي ولا شيء ولا، والماي المزارين المساكين الله يرحمهم بعد كان عندنا واحد راشد بن ذياب بن عبيد يجيب لنا من مريخ، والبقايا اللي يمزرون من نعية في جرب ويكتونا في البيوت ويسوي له شخط، ان انا جبت له هالقد بالشخط بس علشان راس الشهر ولا شهرين يحاسبه ياخذ قروشه. فرمضان الاول من اول ليله يطلعون من المسايد على طول يطلعون صوب الغرب جبله علشان يشوفون الهلال، وفي وايدين اللي كانوا يقعدون او يركبون فوق الاسطوح اللي عنده مسدس واللي عنده مقمع واللي عنده شوزن يثورون. والحمد لله ذاك الوقت يعني كان هدوء، ما في لا ضجيج ولا سيارات ولا أصوات ولا شيء، كل يسمع لو مسافة 5 كيلو بعد يسمعون إطلاق النار إن نعم خلاص شافوا الهلال ورمضان، ويستعدون حق صلاة التراويح. وعقب التراويح كل يعني تقريبا أكثر الناس مجالسهم مفتوحة ويجونهم يتزورون بعض مع بعض، اللي يقرأ جزء واللي يقرأ صفحتين من القرآن ويتقهوون من الموجود اللي عندهم، يتسايرون أكثر من الحين، يتعاونون الحريمة جزاهم الله خير على حب الحريس من بيت لبيت ما في، كل يساعد الثاني ويعملون لهم خبز رقاق. ويعني الحال الأول مو مثل الحين، يعني مساكين الأوليين حد مثلا يسوي فريد أحيانا على صالونة عدس أو على ربيان، وفعلا يعني يشترون لحم، يشترون من عند القصاصيب اللي عندنا الله يرحمهم. كان عندنا 5-6 قصاصيب، واحد سكيكرة وواحد رشيد وواحد عبد الرحمن الحمر وواحد شاذكر منهم، كلهم في فريجنا بعد من سكان فريج النيادة. عقب الفطور سوق واقف يصير عامر، لكن مو بطول الليل، لا لين الساعة 9:30-10 يخلصون شغلهم كل رايح بيته، ما مش إلا ناطورين اثنين، واحد قاعد جنوب وواحد شمال، ويصوت على الثاني شفتك ارجع ولا لا إله إلا الله علشان إن أنا قاعد أشوفك. اي والله زمان. عقب التراويح اكثر البيوت يفتحون بيبان مجلسهم والقران محطوط، اللي يحب ياخذ له جزء ولا صفحتين او ثلاث على راحته، يقوم واحد يجي واحد محله، بس ما يسهرون مثل الحين اللي يقعدون لين الله، لا حدهم الساعه الاول 4:30-5 عربي، يعني الساعه 10:00-10:30 بس. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. مرحبا ومسهلا فيكم جدا الأعزاء. ما أحلى الكلام لما نسمع من أبهاتنا يتكلمون عن الماضي. شفنا مسجد أبو القبيب، شفنا أيضا الكورنيش القديم، شفنا قطر في السبعينات. ما أحلى ذيك الأيام، صرت تعب لكن أيضا كان زمن جميل، وما زلنا أيضا هذا الزمن الجميل مستمر إلى هذا اليوم الذي أسأل الله أن يحفظ قطر إن شاء الله. لكن الكلام ما زال في موضوع رمضان وأيضا الحوادث، لكن بطلع فاصل ثم برجع لكم حتى نواصل حديثنا مع موضوعنا اليوم، اللي ودي الشباب يكونون يسمعوننا اليوم، قعدون يشوفون برنامجنا، وأيضا الأمهات والأباء يشوفوننا. فاصل ثم نواصل إن شاء الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
حياكم الله مشاهدي الكرام، معنا في حلقة برنامجكم رمضان الدوحة. الآن نتيح المجال لاستقبال مداخلاتكم، وأتمنى أيضا مداخلاتكم تكون عن موضوعنا اليوم، الحوادث، الشباب، السيارات، كل هذه الأمور، حتى إحنا نطلع بفوائد كثيرة. ما جعلنا هذه الحلقة إلا ودنا نوصل للشباب، ووصل أيضا للآباء فيما يتعلق الحوادث السيارات اللي اليوم كلت الناس وكلت شبابنا. واليوم إحنا في قطر نعول ونعول على شبابنا اليوم إنهما يحملون هذه الراية في هذه الدولة، الذي أسأل الله أن يحفظ أهلها جميعا. في التقرير مساء أبو سعد إسماعيل مندني قال كلمة، قال الأوليين الساعة 10 ينامون، يجتمعون في المجالس والساعة 10:30 ينامون. وإحنا اليوم نشوف في يعني طيب الرقدة وما يسمونه طيب الرقدة، نصحى من 11 في الليل يعني. ولاد الخير شغلهم ناس. قبل الفاصل قلنا هو إسماعيل مندني في التقرير ذكر أن المجالس، يقولون المجالس الساعة 10 يرقدون، ما أدري الحين شبابنا شنو الساعة متى يبدون؟ متى يبدون يعني؟ يبدون كم الساعة؟ عقب صلاة الفجر. عقب صلاة الفجر. لا بس سؤال الصبح صباحي عندهم. في سؤال سأله يعني هو الأخ أحمد، وهو يمكن سؤال كان صار. ليش السباق والاستعراض مربوط بشهر رمضان؟ يعني ليش فاضيين؟ ما في مدارس الآن، ما في مدارس، ما في إجازة، بس يعني رمضان شهر طاعة وعبادة. صح. انت تاخذ مثلا موسم استعراض، موسم طيب الرقده، مربوط يعني مربوط باللي تشوف الاستعراضات اللي تزيد مربوط بالشهر هذا. ولو رحت مكان يعني لو رحت مكان حينتقلون مكان اخر، ولو رحت مكان اخر في اماكن مخصصه. انا كنت مساعد، كنت بقول لاخواني يسوون تقرير من نفس الشارع طيب الرقده هذا زين، فخفت اروح ارقد هناك، فخفت اروح فقلت لهم يعني ودي يسوون تقرير من نفس المكان ونشوف الامور اللي موجوده اللي واقعنا. اعتقد المرور مثل ما تفضل ابو سعد، الرادارات والامور فيها ما جعلت الا لمصلحه الشباب. ايش وصيتك ابو جاسم للشباب اليوم اللي يستعرضون، اللي 50، اللي هذه الامور؟ يعني في النهايه سبحان الله اقل خطا يروح كما يقولون من صيد اهله. اول شيء ان نقول للشباب، ترى هذه القوانين اللي وضعت المرور، اول شيء هذه طاعه لولي الامر، فمن اطاع اميري فقد اطاعني، ومن اطاعني فقد اطاع الله. فمخالفتك للقانون هذا معصية، هذا واحدة. لذلك فأفتى بن باز وغيره من المشايخ قطع الإشارة حرام، لازم نشوف الأمر، وإن الله لا ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن. فالقوانين هذه تردع. أنا أشوف الآن في قطر من سنتين في تغير ملحوظ ولله الحمد. في إيش تغير؟ تغير لأن في برامج توعية. احنا يعني نريد مع العقاب والشدة بعد محتاجين النواعي. بعد يعني ممكن بسعد موجود الآن معنا ولعل يفيدنا. احنا اليوم محتاجين، اليوم عندنا ملاعب، عندنا شاشات، ايضا عندنا لوحات في الشوارع، ما ايضا موجود. ايضا الاعلام لا شك انه له دور كبير، لكن ايضا احنا نقول اذا كان الدور واحد نبي دور ايضا 10، نبي 20. هذا الدور التوعوي ترى له دور كبير. ايضا كان في سابقا كان في الداخليه العلاقات العامه عندهم برنامج اسبوعي كان للمرور. احنا نطالب خيمه الرمضانيه، الخيمه الرمضانيه ايضا اللي كانت قبل سنتين موجوده، السنه فقدناها. ما ادري ابو سعد، تساؤلات كثيره. احنا اليوم نقول الاعلام، التوعية، الأمور، أسبوع المرور، كلها توعية، لكن لا نريدها أيام معدودة، ودنا تكون على مدار السنة. وهذا اللي حاصل يعني. يمكن عشان الجواب ليش الخيمة الرمضانية حاليا، يعني وزارة الداخلية تشارك في أكثر من خيمة رمضانية، من الخيم الرمضانية الموجودة الحالية. يعني يمكن عندنا فعاليات مع جميع الجاليات، وأيضا الخيم الموجودة سواء كانت من وزارة الأوقاف أو كان من وزارة الثقافة والفنون، أو يعني كل الخيم الموجودة احنا نشارك فيها، بالإضافة إلى احنا نشارك أيضا الجاليات، وهناك تنسيق تام مع رؤساء الجاليات، نروح نتواجد لهم إذا لما يجتمعون نطلع. لكن أيضا بعد يعني احنا ما نروح نحمل كله على وزارة الداخلية، يد واحد الله تصفي. نعم بس لا بس حتى احنا المشاركة المجتمعية يعني المجتمع المدني. اسمح لي ابو سعد، ترى انا اقول الخيمة كانت موجودة، كانت لها ايجابيات كثيرة. تواصل ايضا اللي كانت في سيلين كان لها ايجابيات كثيرة. يمكن انتم ما تشعرون ابو سعد، احنا كمواطنين موجودين نشعر بقيمة هذه الخيم اللي موجودة، كانت في رمضان او اسبوع المرور او تواصل، كان لها ترى صدى كبير، لها اثر، لها اثر. انا ايد الشيخ احمد التواصل، لان حتى مقياس ان عمليه الحوادث لما كانت الخيمة التواصل موجوده هناك طول ال 14 يوم او ال 20 يوم اللي جلسناها ولا حادث، ولا حادث حتى يعني علما انه كان مسار واحد رايح جاي، مش مثل الحين. أيوة. كان مسار واحد. صحيح. فكان مده الاقامه ان شاء الله الخيمة. ان شاء الله تكون موجود. بس اخذ اتصال، كان في اتصال. طيب. وارد لك ابو جاسم. اتصال معنا، انقطع الاتصال.
تراني ما دعيت عليه والله. أنا أقول مثل ما أثبت العميد أن أيام المخيمات والتوعية تخف نسبة الجريمة. إضافة أن مثل مخيم سيلين وغيره كان في تواصل، وإحنا لا نستطيع أن نقول شبابنا لا تسوقوا لا تتهوروا لأن هذه بنيته وشخصيته وعمره، لكن نريد أن نغير المفاهيم والأفكار. إذا الناس نجحوا في تغيير مفاهيم وأفكار بالنقاش والحوار اللي عندهم قضايا إرهاب وغيره، فما ننجح مع شبابنا الطيبين اللي عندهم تهور في السيارة. إيش الطرق اللي ممكن نوصل لها؟ نفتح حوار. أنا أذكر برنامج الاستشاري مع العميد، كنا نفتح حوار للجمهور، عندهم مسألة، في واحد يجي عنفنا شوي، في واحد يجي يمدحنا، في واحد يجي ينتقدنا، في واحد يجي يشاركنا. جميل جميل حوار للشباب، نكسر الحواجز بينهم وننزل مستواهم، نفتح الحوار معهم. لذلك قبل لا تدعي عليه بس خلنا ناخذ اتصال ممكن احد معانا. اسماء من الدوحه، السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. حياك الله اختي اسماء، وتفضلي الله يحفظك. في رايكم شلون نقدر نقنع شبابنا في الايام اللي يخافون على سراتهم؟ وفي رايي ان ممكن نراويهم، نعطيهم دورات قبل ما ياخذ الليسن الشخص، او نراوي الصور، او نقول له في حد يطلع في البيت مثلا. كم عمرك انت يا اسماء؟ 13. مشكوره يا اسماء على اتصالك ومشاركتك. اسمح لي. شوف ابوي، اللي تفضلوا في الاخوان عباره في تربويه احنا نسميه المكافاه السريعه. شبابنا يحبون المكافاه السريعه، ما يحبون المكافاه اللي على مدى طويل. يعني معناه لا تقول له ان شاء الله لما بتروح بتتوفى ولا بتروح الجنه، لانه وايد وين قاعد يتخيل متى ينتظر الجنه والى اخره. يحب المكافات السريعه. قص على ذلك الاستعراض اللي يصير الآن في سيلي مثلا، هو يحصل مكافأة فوريا، ناس شباب يصفقون لا ويصورون أو يحطونه في اليوتيوب، هاي مكافآت عند الشباب. فلازم احنا برامجنا سواء حلبات اليوم الجوكر يعني هو الجوكر، وانه صفق له ويشجعه وما ادري ايش، كفوا عليه، كل الكلمات اللي يستعملونها هم من الجوكر. يكتبون على السيارات ايضا اسامي بس اخذ نوره بعدين وارجع لكم ان شاء الله حتى ما انقطع. بس نوره من الدوحه، حياك الله اختي نوره. نورة معانا انقطعت نورة، لكن الشباب اليوم مش موجودين، مو معانا الموجودين الشباب، ما اتصلوا فينا. يعني انا ودي بعطيك الواحد كل ضيف دقيقة يتكلم ايضا ما هو الحلول لهذه الحوادث اللي موجودة الداخلية. الدولة ما قصرت في امور كثيرة، لكن ايضا احنا نقول مهما توفرت هذه الامور لكن في النهاية ايضا محتاجين اكثر ونطالب اكثر. فما هي الرسالة اللي يوجهها خلال هذا البرنامج العميد محمد بن سعد الخرجي؟ احنا طبعا بنحمل الاسره يعني المسؤوليه ايضا، او مثل ما قال انا يد واحده ما تصفق، لازم ايضا الاسره اللي لها دور. خليني اقول لك عن حالتين ايجابيه وسلبيه عندنا. يمكن انا قلت لك عن واحد اللي كتب الرساله، ايضا واحد احنا عندنا لما تكون السرعه مضاعفه، يعني على سبيل المثال الشارع مثل ما تفضلت 60 وتلقى واحد تضبطه يمشي 180، يعني الشارع 60 تمشي 180 ولا 160 على الشارع ليه؟ يعني فهذه فهذه شو نسوي فيه؟ هذا ما في تصالح بينهم وبينه مع اداره المرور، نحيلها الى الجهات المختصه اللي نحيلها للنيابه، النيابه تحيلها الى المحكمه. بالضبط. فولي امر جاء، استغرب ان ولده اصلا يعني لا، في اثنين من عياله جاءوا، اثنين من عياله، واحد الصغير وواحد الاكبر، الاكبر اللي كان مخالف. فقال لي محمد بس ممكن اتاكد؟ شاف لما الكاميرا. شاف بالضبط لما شاف سرعته وشاف الكاميرا حلف على ولده انه والله ما تركب السياره، خذ السياره انتم كم عندكم حجز عليها؟ شهر شهرين خليها، لكن والله حبيها، والله ما يركبها لان يشتغل ويشتري منه فلوسه، انه يوصل اخوه الصغير. فهذا نوع ايجابي من الاسره، يعني هو يبي يحافظ على حياه ولده. ما بقى انا اجي عند البيت مثل ما السياره لا تواير مثل الناس، يعني مسحته وما تبين مثل القرطاس. والكاميرات مساعد موجوده، كل كاميرات موجوده، الاشارات، الاماكن، الاجهزه اللي موجوده يشوفون حركات السير. نعم. والضغوط. شوف عندك اليوم مثلا الايام هذه اللي يجي مثلا الابناء يخالفون، واللي يجي راجع من ولي الامر يا الام يا الاب، لانه يبي يخلونك تدخل في نوع مثلا لان هذه كبير في السن اللي جايك، وان هاي مره كبيره في السن عشان يدخلك في احراج. اليوم تقعد تتحاور معاهم، طيب ليش تجين انت؟ ليش ما يجي هو؟ ليش ما يجي هو اللي خالف؟ ليش ما يجي هو عشان يتناقش معك؟ ما تصالح معك روحي، يعني بدون يعني مع كل احترام توكل على الله، خلي هو اللي يجي. اذا مخالفات النساء والرجال بسرعه؟ لا شك ان النساء اقل كثير، ويمكن نسبه التناسب يعني بعد ايضا عدد الركاب من الرجال اكثر، لكن مخالفاتهم عن النساء اقل. كلمه اخيره ابو جاسم، ترى خذ الوقت عنكم شوي. والله جزاكم الله خير، مساعد نعطي وقت اكثر صراحه. استاهل استاهل، ان الرساله واحده، اي واحد منا يوصلها. صح. وحقيقه كل واحد منا يحتاج لبرنامج بروحه،
فأنا أقول لشبابنا لابد أن نعي أيضا الشباب المضبوطين في سجن المرور أو في مخالفة إذا في ضبط لهم أو إيقاف لهم أن لابد يشترط عليه مثلا أن يخضع لدورة معينة تعديل سلوك أو يؤخذ إلى مستشفى ليرى الحوادث ها؟ لو شافوا فعلا إيه نعم. ونتمنى أن عندهم أجهزة موجودة وتوعية ونقول البرامج هي اللي يمكن تكون أوصل للناس اللي يشوفون فرميلة لو تيجي عند رميلة تشوف الحوادث اللي موجودة اللي معلقة ريلة واللي معلقة يدها أعتقد هي عبرة لشبابنا اليوم خاصة في وسائل المقاطع اللي في البلاك بيري وغيرها هذه أيضا سببت عند الناس خوف من الحادث لكن بالنسبة العامة قطر من سنتين في تغير كبير والسبب يعود الفضل لله سبحانه وتعالى ثم للتوعية المرورية جزاهم الله خير مشكلة. كلمة أخيرة أخي علي إحنا ما نقول إن بس الشباب لهم دور والمجتمع كله له دور الداخلية بصراحة ما بيقصر يعطيهم ألف عافية قدامي العميد الخارجي ما يقصرون الداخلية ما تقصر الشباب لهم دور الأسرة بشكل عام لها دور الشاب لازم تختلف مثلا ثقافته من ثقافة الثقافة أخرى الثقافة لازم تتغير إلى الأحسن إلى الأفضل شلون بالتوعية المرورية أنت والله في رشادات كثيرة اللجنة الوطنية للسلامة والمرورية ما تقصر بصراحة في أشياء أسبوع المرور ما يقصر ويانا الخيام الرمضانية الإعلام التعليم التربية ما في أشياء كثيرة أنك توصل إلى أنك تعرف شلون ترشد لو حطوا أخوي علي أماكن معينة للاستعراض أو أماكن معينة تاني كنت بقول من الحلول أو من أحد الحلول اللي راح نقولها مثلا إيجاد الساحات المخصصة أكثر في طيب الرقدة مثلا شارع لا نسوي حلبة أكبر على شكل أوسع من في حلبات مو حلبة لوسيل وحلبات أيضا صناعية موجودة أيضا موجودة لكن أيضا الشباب ما يحبون أماكن اللي فيها مقيدة بضوابط معينة شكرا اخوي علي ايضا كلمه اخيره ابو صالح انا كلمتي ما شاء الله غطى الكل بس انا كلمتي حق الشباب اللي تابوا عن هالسلوك اقول له بما انك انت اقتنعت وتبت من قناعه اذا بدا دورك وبدات رسالتك في المجتمع من هالوقت ابو جاسم ما قصر له اي فهاي ابو جاسم اليوم ابو جاسم يعني رحنا الحلبه فيها رحنا ما خلينا ما حد نبي 20 واحد ابو جاسم نبي شبابنا كلهم انا وصلت الحقيقه لختام الحلقه اليوم واعتقد حلقتنا اليوم مرت بسرعه ما شاء الله برق وكلامنا كثير فيها واعتقد اشاراتنا كثيره في ما يتعلق لكن اشكر اخوي العميد محمد بن سعد الخرجي الله يوفقكم واعتقد ان انتم ما انتم قصرين لكن ايضا دور الاباء والاسر والتوعيه ايضا محتاجين أبو جاسم شرفتنا في قناة الرياض اليوم وسعداء ونبيك إن شاء الله تجي معنا في حلقات قادمة إن شاء الله أيضا أخوي الشيخ عيسى كان وجودك معنا وأيضا روح الشباب كان موجود معنا أخوي علي مشكور على حضورك معنا في حلقة اليوم اللي بالحقيقة ودنا نوصلها لشبابنا اليوم في بيوتهم اللي في طيب الرقدة كما يقولون في شوارعنا علينا ترى أبوك وأمك أنا أقول وطنك بحاجة لك أقول عد سالم انا بكره في طيب الرقده الصبح بعد الفجر ان شاء الله وانا معاك بنروح نشوف شيء نعم خلاص من هنا بنروح انا اخذ كاميراتنا معنا بعد ناخذ كاميراتنا ونطلع والعميد ويانا حق تكمل لا احنا ودنا ايضا ما نكبس عليهم ودنا ان الوعي يكون موجود لكن وصلنا الى ختام حلقه اليوم من برنامجكم رمضان الدوحه التقي معاكم ان شاء الله بكره في الساعه 4:30 حتى ذلك الموعد كونوا في طاعه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى